Bon, ce soir, la première partie de le live, et je m'excuse auprès des auditeurs, comme Sam Honey, en fait, je vais décortiquer où je gagne le téléphone. D'ailleurs, le titre de l'aujourd'hui, comme je vous fais, téléphone Bray, téléphone Yenhaq. Donc, tu fais moi là, Ahmed Doïdhak, mais ma qu'dertch n'kemmel n'sma. Je crois au bout de 20 minutes, 25, même pas. Ça y est, j'étais خلاص. وحدي ما حدبت مع روحي. Donc حبست. J'ai préféré, mais j'ai fait des mémos vocaux en commentant juste. Donc donc là, on va commencer par écouter les mémos vocaux. Ils sont rapides. Pratiquement les points les ouïes ni smaats. Mon بعد روحوا لبعيد. اولا سجلوا حاجه في الخطاب هذا باللي مام جورناليست ما يعرفش هذا العربيه صحاب طرش برك هذا مع الديبي تاعو قال له متاملين امينين الله قال نيمو كي رايس كي اللي تصيفه هل بدات هكذا بعد قال لكم حنا شفافين ما قالناش له راح يداوي في الالمان واش راح يداوي علاه ما روحش للبلاد علاه قعد المده هذه بكل هذا شفاف ساعة ساعة يتحير هكا من الإشاعات بس هو شفاف جماعة سامحوني هذه ماهيش هضرة تاع رئيس هذه هضرة تاع سيرفور في قهوة وي الكوفيد ما يفرقش سيد الرئيس بصح العلاج يفرق الجزائري يداوي في سبيطارات الهم وانت داوك الألمان دونك فرق كبير سيد الرئيس الرئيس يحكي على الجيران وشكون المروك واقيلا داروا 97 سيت يتيريو عليه سؤال يطرح ما هي مناطق الظل وما هي المناطق النائية وش هي مناطق الظل هذه نرجعوا للمشاريع اللي أمرت بها ماذا بك سيد الرئيس تعطينا وين مكتوبة المشاريع هذه والله راهي مسطرة والله وراهم لي ديكري بريزيدونسيال نتاعها والأوامر نتاعك كيفاش بعت الأوامر نتاعك ليه برنامج غايب الو يدير تعديل حكومي ومن بعد قال لك لا لا نحترموا الشعب نستناو البرلمان يعني ما فهمتهاش هذه انا ما نكون نحب نفهمها ما نقدرش باسكو فريمون الله قال ما مانيش سيدنا سليمان باش نشوف نقطة الحيوان جاب حكومة كفاءات وهذا باسكو الحراك المبارك الأول ماشي هذا اللي ولا درك كما يقول هو جاب كفاءات بصح كفاءات وأوجه جديدة ما فهمناش باسكو أوجه جديدة والله كفاءات معترف بها ما فهمناش واش حاب يقول هنا كفاءات وعطيناهم فرصة باش يتعلموا ويتدربوا هذه هي اللي يسميوها عندنا باللغة الجزائرية تعلم الحفافة فراس اللي تسمى فاي صلى الله قالكم بعد سنة ممارسة بدأوا يعطيوا نتيجة بدأوا يتعلموا هيا سيبغاي وزيد قالكم ماشي كل شيء ممكن لازم الشعب يفهمه مام هو الرئيس عنده حوايج ما يمكنش يعني من اختيار حكومة تاع الصح التكنوقراطية تاع الصح يطيروا مع الجنون ما يمكنش يعني الله غالب هو هكذا قالكم الانتقادات اللي كنت نقدمها أنا أكثر من الحراك مي مسيو تبون اي طون فيري من الغوفرنمون كوم كانيش tu es rentré dans la niche on t'a sifflé tu es revenu et sorti de la niche واش من انتقادات وقتاش دونك صاي قال لكم الحراك نتاعكم اللي طلبتوه عطيناه لكم الحراك الثاني هذا خرج شي الاحتفال وشي عنده مطالب وحده اخرى مي هو خاطئ بصح قال لكم ثاني الحراك هذا خرج باش يذكرنا ان من ذكرى تنفع المؤمنين باللي يعني في مفهومي أنا باللي باش هو ما يخفلش يعني ما يرقدش ويبقى يحارب الفساد كما راه يحارب فيه هو بعد بالك يبدا بنو ليسكرو الاول ومن بعد يحارب الفساد ربما بالك يحارب بنو السمانة الجاية يحكي بزاف على جماعة رشاد وأوتبار ومن 15 سنة وهما نفس الشعارات كيفاش تكسر من داخل وكيف صافا راك حافظ الكور تاعك دونك صافا فرزها لكم قال لكم الناس اللي عندها مطالب هي الناس في مناطق الظل
والله اللي ما تقسمش تحرق شوف انا افضل واش معناتها فوالا دونك قضيه جوع وعطش وعراء بون وموش كلش ممكن. شوفوا ابله يعني jamais entendu une débilité pareille concernant l'autonomie des universités. Jamais سمعت واحد باليد ابله يعني كيما هاد السيد يعني سبحان الاعجاز الالهي برك يؤتي الملك من يشاء. هذه شابه قال لكم انا وزير الدفاع الوطني وضحك على روحه بعد ضحك معناتها تمسخيره وانا قائد عام للقوات يتبسم با ايكوت على بالنا بلي سي تون بلاك مي او موان ماكييها اهدرها تصميم اهدرها بقوه ماشي تضحك تقول تمسخيره باسكو على بالك ما توزن والو في الدفاع مام لا جوده نتاع الدخل يقدر ما يخليكش تدخل. قالك اللي ما يبغيكش اللي ما يقدر لكش يتمنى يشوف عليك من مشين فوالا هذا هو الطابع تاع الزوير معنا. هذه هي عقلية شميس والسحور وبالاحمر والقزازنا. وقالك وين هو الخراب تاع الجزائر مام الاستيراد ما نسحقوش نجيبو شويه زيت شويه سميد برك الباقي بكل عندنا ونخدمه لا فهمناش دونك الحليب شكون اللي يشرب فيه الواد البحر الارض. الو بكري كانت 60 مليار دولار استيراد فيها 15% تدخين فواتير ولا 15 مليار تدخين فواتير وحنا في الصح نسحقوا 8 ملاير برك بصح في العام هذا اللي جاز استوردنا 42 مليار تسمى مادام محتاجين 8 دونك انت ديت 30 ولا كيف انت وصحابك يوقف ناس بصح ما يتسمهمش مناقصة باش يجيب فراشط والمغارف لمن الاير الجيري وقفهم عليها وراح الانتاج الوطني. هل في المناقصة الشركة الوطنية ما عندهاش الحق أن تدخل المناقصة خاصة أن القانون في الجزائر يمنح نقاط أكثر للشركة الوطنية كي تدخل المناقصة بصح هو ما يلومهمش بصح وقفهم. ما فهمتش قضية أن أبل دوفر انترناسيونال وقضية لا سيرفاكتوراسيون اي البرودوي ناسيونال فريمون فريمون مي جابو داب مي والله العالي العظيم داب ابروتي او ميم طون يعني ميم دون لو موند نتاع الدواب سي ان ابروتي. المره اللي فاتت قال لكم باللي الازمه قاست العالم حنا ما قاستناش لحسن التدبير تاعنا ودرك قال لك عندنا احتياطي باش حتى نفوتو يا محايلك الزيت ب 80000 و 100000 الاسعار لهبت الدنيا ماكله بعضها قالوا تفوت وتجيب وما تجيبش. هذه تاع الفلاحه راه دوزيام فوا يعاودها حبينا نفهموا الفلاحه وين دخلت الدراهم. قالك المداخل تاع الفلاحه فقط البترول وين هي صدرنا الفلاحه ودخلنا الدوفيز الفلاحين ولي مونداتير باعوا في السوق وحطوا الدراهم في البنكه وديكلاراهم تاع فلاحه واش من مداخل تاع فلاحه تهضر عليها فو بارلي ديستيماسيون اون برودكسيون مي فو بارلي ميم با دو مداخل فاني قلت كيما قلت لكم حتى في الدواب هذا لابريتي هو ما مسكين ما تلوموش عليها ماشي 13 شهر ورايس ولا حاجه هو عنده برك 4 شهور 5 ما نحكيوش على كي جا الكوفيد كي جا الكوفيد حبس الدوله تاع الجزائر حبس كلش يعني الكوفيد حبس بصح هو في نفس الوقت يعني فيها وفيها وفيها فيها وفيها وفيها فيها وفيها فيها عبان ما عرف وش اللي فيها وش كان معها واللي جا معها